معك. اوكي السلام عليكم. أنا مثلا أنا مرحبتين صافاك شو بخير لاباس عليك صاحبك مو غدا في الاي وضروري كونيكسيون تكون مجهدة ياك. لا لا هذا المغرب ديما داك المغرب ما غاديش تخزين في الضباب وكذا ما كاين لا مضبب لا تلعبة لا داكشي في والله ديال بصح ياك. السلام الله يحفظكم الدراري والله الا صافا بخير نهار كبير هذا. المهم مرحبا بيا عندكم ومرحبا بكم عندي بحال بحال عائله الله وكذا يحفظك الله يحفظك الله يحفظك. لا الزخان الله انت يبارك راك فين جايب هذا؟ كيفاش فين جايب هذا؟ مغرب مغرب كنت انت راسك في بلغراد شنو وقع؟ لا لو 22 ان شاء الله مازال عندنا واحد 4 جو في المغرب اليوم لو 11. الله يسر الامور الله يسر امين الامور الله يحفظك اخي عدنان وفي الشك في الشك لحقاش جات مع الماستر مايند ديال جيرماني يعني المهم وي نايس جوينغ تو هاندل ات طيب باش نقبضوك دابا انت ويا لا لا شوف سهل سهل اخي دونك لا اخر لايف سهل كان مع بواحد الناس شي عام دابا ما كاملاش جو بونس في نوفمبر العام اللي فات مالطا غاية كنت في مالطا ديك الساعات يا سلام غادي هذاك اللايف كان عرفتي ذاك اللايف عرفتي اتس لايف تشينجينغ لايف ذات تشينج لايف اكزاكتلي ان شاء الله كان غادي لايف يكون هذا زوين اللايف احسن تفرج يكون هذا اللايف فيه. احسن الله يحفظك اخي ايمن اوكي فاين دونك تسناو الدراري بون جو بونس كل شيء يقدر يكون كيعرفك لا ماشي مشكلة راك يقدروا شي ناس يدخلوا جداد هاي حقاش اغلبيه الناس تيدخلوا عندي جداد من تيك توك ما كيعرفونيش مزيان تيشوفوا غير فيديوهات في تيك توك تيدخلوا عندي انستغرام والناس الفولورز الحقيقيين في انستغرام راه فهمتي 5 سنين 6 سنين الناس مفولويا 4 سنين هذوك عارفيني وليت واحد من العائله ديالهم عشان كيتلقى معاك بنادم كيتلقى معاك بنادم في الشارع عشان كتحس به بحال خوها صاحبي ولا شي واحد قريب تقول لك او خويا نور الدين صافا راه بديت الايكوميرس بسببك الطن راه نشبعك من هنا من هنا من هنا من هنا يعني فغيمون تحس به بحال شي كيحس بك قريب وانت قريب ليه علاش حيت راه كيتفرج فيك مشكل. عام عامين 3 سنين راه طايش على شي بارك هادشي ولدك تيولي يبغيك كاع العالم تخريه صغيره صغيره صاحبي انا هنايا في لندن تيتلاقاو بيا تيقول لي عدنان كنت غادي واحد النوبه لواحد ريستورون دخلت وتلاقيت واحد الويتر سميتو كي يسربيو داك الشيء قال لي كنعرفك قال لي كنعرفك عدنان صافا انا قلتلو فين تلاقينا قال لي عندك شان يوتيوب كذا قلت عدنان صافا لاباس سيرتو خاي تيك توك تيعطيك واحد لا نوتوريتي سيرتو في المغرب عرفتي فغيمون انا 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 قبل ما ندير تيك توك ما كانش بنادم اللي قريب ليا بزاف عارفني فهمتي قليل يعني مثلا قليل كتلاقى مع بنادم ولكن في تيك توك شنو كيدير هو عنده واحد جيو لوكيشن سبريد ناوت كيبقى يمشي لك هذوك الناس اللي قراب ليك فهمتي يعني كيف دار لك كيف دار لك من الوالدات ويجي يمشي لك اللي كوزان في الناس الحومه شحال من واحد تكون وقعت لي هذه القضيه باش ان شاء الله اون فوا نساليو اللايف نلقى وقيت باش نديرو الكيو ان اي والاخ نور الدين غادي يجاوبكم على الاسئله ديالكم باذن الله. يلا نور الدين فوالا نور الدين خيتي راه فاوندر ديال سي او دي شوبي وديال كاش ديال ايكوم ووريورز. ايكوم ووريورز هي بحال بغيتي تقول فيرست اند لارجست كاش اون ديليفري اكاديمي وورلد وايد. عندنا ستودنتس من ايجيبت من انديا من الايو فهمتي يعني اتس لايك فهمتي سامثينغ ذات از انترناشونال ولكن بيست ان موروكو فهمتي اغلبيه هو بدا في المغرب ولكن فهمتي يعني ولا انترناشونال سيرتو فهمتي لي كونفرنس اللي كيداروا في دبي لوروب الى اخره يعني صافي خدا واحد الاكسبوجر دونك فوالا هادشي تقريبا باش معروف ولكن راه انا تقريبا كندير بزاف د الحوايج بحال مثلا بارتنر ديال تيك توك فهمتيني في المغرب سبوتيفاي ادز بحال مثلا كنت فوالا كنت منوميني لواحد الاوورد في كان لايونز اللي كان شهرين تقريبا دابا قبل في كان فرانس واحد الاوورد صراحه مشات لي سميتها طويله ديال شي واحد المهم كنت منوميني ليها وفوالا ما خديتهاش كانوا ديجا كانت الكومبيتيشن طالعه يعني كان بنادم بزاف من اليو اس من اي جاي الى اخره وانا اصلا ما كنتش داير راسي فيها فهمتي يعني فوالا اي واز جاست فهمتيني كنت غير كنتبحر في كان وقلت واي نوت فهمتيني دونك اني واي كاش اون ديليفري
كاش اون ديليفري اتس بالنسبه للناس الجداد اتس برانش اوف اي كوميرس ذات زعما بيكيم ريلايبل في البيريفيريك كونتريز هذوك تير 3 كونتريز فوالا ايجيبت موروكو سعودي اريبيا. اسمح لي نوقفك تما راه بزاف الناس كيتشكاو ما كيفهموش الانجليزيه الا تقدر تعرفها وتشكي الله يحفظك اخي. كاش اون ديليفري هو بحال بغيتي تقول واحد البرونش يعني شعبه ديال الاي كوميرس وتفرعات بزاف هي كتبازا بزاف على الديليفري فهمتي بحال بغينا نقولوا داك الاي كوميرس اللي هو كيخرج للواقع يعني ما كيبقاش غير ارقام في الانترنت يعني بحال مثلا يقدر يكون عندك ديليفري ديالك في ديك الكونتري هذيك اللي كنا جبنا دابا بالنسبه للتير 3 كونتريز هما بحال بغينا نقولوا دول في طور النمو يعني بيريفيريك كونتريز الناس ديالهم تيفضلوا الكاش بزاف هذا مثلا في المانيا ولا في السويد ولا في امريكا ولا في كندا بحال كنا في المانيا في واحد الماستر مايند سولتهم شكون هز معاه الكاش في جيبو دابا لقيت حتى واحد ما هز معاه الكاش يعني الناس كلها كتخرج كتخدم بالكاش مي في هاد الدول هادو اللي هما فهمتيني بحال مثلا كيما قلت لك المغرب مصر السعوديه باكستان الهند هادو كيخدموا بالكاش بزاف وهادو هما التارجيت ديالنا هادو هو علاش الكاش اون ديليفري جا داكور الكاسون ديليفري دابا بدا كياخذ بحال بغينا نقولوا واحد الزونين بحال مثلا ولا كاسون ديليفري جي سي سي ولا كاسون ديليفري ايو يورو اللي هو كان ريبريزونتو حنايا ولا ميم دابا في افريكا و تري بروشامون حتى واحد الكوميونيتي دابا كطلع في اللاتينو يعني في الارجنتين البرازيل الاخير حتى هو غيولي فيه الكاسون ديليفري ولكن هادو كما تنقول لكم غير مش غير دول ماشي العالم كامل كيخدم بالكاش اون ديليفري لحقاش الا جينا نقولوا مثلا الامريكان ولا البيك فور راه ما كيخدموش بالكاش اون ديليفري مثلا في الانجليز ما كاينش الكاش اون ديليفري ما غايخدمش لان كلشي كيخدم بالكارطه ما كيخدموش بالكاش ما كيخلص قليل اللي كيخلصوا بالكاش وحتى لي بنك فهمتي كيعاونوا تما كيعطوك دي سيرفيس زوينين بلا كار بحال نورديك ستيتس ديال الايو كتلقى مثلا زوفورت اللي هو عنده كلارنا فهمتي يعني الناس راه داك البنك راه ولا مقدس تما امبوسيبل يخدموا الكاش يعني فوالا يعني كتلقى لي بنك تيعاونوا في دوك الدول فوالا بالنسبه ليا انا تخصيت في الاوروب وهو اللي غنهضروا عليه اليوم بزاف هاد الاوروب هو باغمي لي ميور مارشي ديال الكاش اون ديليفري في العالم علاش لحقاش فيه الاو في طالع بالنسبه للاو في هو الافريج اوردر فاليو يعني الناس تما عندهم قدره شرائيه طالعه ولكن باغيير دونتري صعيبة يعني هنا عندنا جوج ديال عندنا برو وكون باريرز انتري ليفل طالع في الايو يعني باش انا جاي نهضر مع بنادم نقول له واش قد تخلص 20% ديال الفات في الايو مرحبا ما قادش تخلصها راه القضيه صعيبه تمايا يعني ديما خصك دير بحساب راه لي طاكس طالعين في الايو عكس مثلا قطر ولا الامارات ولا بعض الدول في افريقيا اللي هما فري فات زونز يعني بحال مثلا قطر راه ما كتخلصش فيها الفي اي تي الامارات هي اتس هي فري زون يعني بحال قطر في اوروب ما عندناش بزاف مثلا في الفات عندنا مثلا غير مالطا على ما اظن لي دوانيا ولا اوستونيا شي حاجه بحال هكا يعني اتس نوت ريلي فهمتيني اتس نوت تمبتين فور بيجينرز يعني بنادم اللي كيقلب على السهله وكيقلب على يعني غير يضرب ويهرب فهمتي الايو ماشي مارشي ديالو الايو هو ستا مارشي تري تري ريغولاريزي يعني الا كنتي غتمشي تخدم تما راه خصك فريمون تمشي تخدم على حقك وطريقك يعني ماشي السلام عليكم يلا ما عمرك بزي الاي كوميرس باش تخدم في الايو سوف عندنا هنا اكسبشن وحده اللي هي تكون ديجا انت عايش في الاوروب وبغيتي تبدا الاي كوميرس هنا نقدر نقول لك بدا ديريكتومون في الايو مي انت في دوله اخرى وباغي تمشي للايو باش اوبيري الكاش اون ديليفري ممكن ماشي زعما ماشي تنقولوا الناس راه اتس امبوسيبل اتس باسيبل ولكن غير هي الباغيغ دونتري كما قلت لكم في الاول طالع يعني غادي تطلع في الايو اصلا الاد اللي غتخسر في الايو غيكونوا زايدين البرودوي اللي غتبيع في الايو خصو يكون زايد الكاليتي لحقاش عارف دوك الناس ما كيتفاهموش فهمتي في قضيه ديال الكاليتي يعني راه ما يمكنش تمشي تبيع في اوروبا وتبيع لهم شي وشه دعاء صوره فهمتي غتقلب على المشاكل تما يعني لوروب خصك تمشي فريمون دي برودوي ناضي ونفضل انه يكون براند مخدوم في المغرب يعني مخدوم في المغرب يعني معايير اللي دوليه
فوالا يعني بازي على اركان كيحل واحد المشكل معين، مثلا جوينتس، مثلا كما كنقول ديما البرايتنرز، سكين برايتنرز مثلا، اونتي ايج اند سو اون. يعني يحاول يبعد من داك الشيء اللي كاين في الخارج بزاف، يعني دي برودوي كيكونوا سونسيبل شويه، فهمتي؟ بحال مثلا انهانسرز، مثلا منتوجات ديال الجنسيه الى اخره. انا هذا الشيء ما ننصحش به صراحه في اوروب. في الخليج الدراري راه ما عرفتش كيفاش كيديروا داك الشيء، المهم انا ما ننصحش. زعما يعني اصلا فهمتيني، جينيرالمون ما ننصحش بدوك لي برودوي هذوك. مي لوروب بالنسبه للناس اللي خدامين في الخليج وبغاو يمشيو لوروب، راه القضيه دي غير ينساوها ما كايناش. دونك هذا كان واحد الجليمبسيز على الكاش اون ديليفري في لوروب اون جينيرال. دابا ندوزو للجراوندينغ. جراوندينغ في كاش اون ديليفري البروز، هضرتي لنا على الكونز بزاف ديال البروز ديال هذا. شنو هما البروز؟ البروز هو صراحه يعني الايجابيات ديال الخدمه في لوروب من ناحيه الكاش اون ديليفري. فوالا، بالنسبه للموست كروشال برو، هو كما قلت لك كتخدم في اعلى او في العالم. يعني مثلا في سيبا، مثلا بعض المناطق في المانيا كيشريو في كاش اون ديليفري، ماشي المانيا ولكن ريزيون داش. هاد المناطق هادو كيتعتبروا اعلى او في كاين في العالم، يعني في حتى ديال الميريكان، يعني فاش كنقولوا لا سويس، لوتريش، الالمان. هنايا كاين برودويات فريمون كيتباعوا في هاد البلايص هادو، اللي كيتباعوا ب 600 700 اورو، تمشيو عاديين بحال كيما كيتباعوا ب 30 دولار، تمشي 40 دولار في امريكا كيتباعوا هنايا. علاش؟ حيت القدره الشرائيه هنايا طالعه بزاف. دونك هنا كيعني ان الاو في طالع، ملي كتكون القدره الشرائيه ديال شي مارشي طالعه، كتعني راك انك غتبيع برودوي غالي. وسيرتو الا كنتي فريمون نزق كما تنقولوا بالدارجه المغربيه، هو انك غتوبيري في الايو، يعني غتبيع في الايو ولكن غدير البيزنس اوبريشن في المغرب. مثلا غيتقام عليك الرنتلز طايح، غيتقاموا عليك الايجنتس طايحين، يعني خلاص ديال المغرب، يعني غتخدم بخلاص ديال المغرب ولكن البيع ديال الايو. هنايا بيان سور كما كنعرفوا في اوروبا، يعني باش تخدم معاك الناس فهمتيني في الشركه قاصحه شويه. انا ماشي مش نقولش الناس ما ديروش الشركه في اوروبا، يعني اللي كان هو اصلا ساكن في اوروبا وريزيدون ولا ناتوراليزي ولا هذا في اوروبا مزيان، يعني راه تما غيعرف كيفاش يسير الامور ديالو. ولكن الا كنتي في الجي سي سي ولا في المغرب وبغيتي تمشي تاوبيري في الايو، يعني كما تنقولوا وصلتي لذاك التريش هولد اللي هو انك مثلا فوالا وليتي كطيح في الاوفرلابين اودينس في المغرب، البراند ديالك وصلت لواحد النيفو كبير، بغات تمشي او نيفو انترناسيونال، يعني فوالا عندك الخدمه مزيانه، عندك المسائل لابرونتيساج دودونس مضبوط الى اخره. هنايا ملي تبغي تاوبيري في اوروب كما قلت لك غتحاول ما امكن انك تيفيتي، يعني دير شي حاجه في لوروب، يعني بيرو مثلا الى اخره، تقدر ديرو في المغرب الكاستمر سيرفيس في المغرب. يعني مثلا غتبيع في المارشي مثلا فرانكوفون، مثلا لا بلجيك، لا فرانس، لوكسمبورغ، وسام بارتس ان سويسرلاند. هنا ننصحك ان الكاستمر سيرفيس يكون في المغرب، يعني الشاتس، يعني كنهضر على الفولو اب، شاتس، الكولز، برودوي كي جاك واش زوين، راه عندنا لك واحد الكارت فيديليتي اللي غتعاود تشري برودوي الثاني ولا الثالث، راه عندنا لك واحد الكود طنطن. هذا الشيء كامل نفضل انه يدار في المغرب، غادي تقام عليك فريمون رخص ولكن الريتورنز غيكونوا طالعين بزاف. يعني مثلا الار او اي اس غيكون هنا و لي شارج غيكونوا هنا، يعني فريمون ديما غيكون الروتور طالع على لي شارج، لي شارج غيكونوا قلال والروتر غيكون كبير. علاش؟ لحقاش انت مثلا الكوست بير كونفيرم كطلع عليك ب 0.50 دولار بيان سور في المغرب، راه في الايو غطلع عليك ب 3 دولار داكو. يعني شوف غير بير كول شحال قصصتي، يعني قصصتي 2 دولار ونص غير في كلاينت واحد، هو انك تسويفي معاه وتكوني معاه الى اخره. ولكن هنا راه ما كنعمموش، لحقاش كاين بعض الاسواق في اوروبا اللي ما كنحسش الكوست بير كونفيرم اللي هو واحد الكي بي اي ولا واحد الميتريك. بيان سور كي بي اي لحقاش كيتكون من جوج ميتريكس اللي هو الكوست والكونفيرم. تكون كان غير كوست بوحدو ديك الساعات غنقولوا ليه ميتريك، ولكن انفو كنزيدوا عليه واحد اخر، بحال دابا مثلا كونفرجن ريت راه اتس ان كي بي اي، ولكن غير كونفرجن بوحدها راه اتس ميتريك. دونك هنا الكوست بير كونفيرمد هو كي بي اي في الكاش اون ديليفري، بحال ديليفري ريت، بحال الكاش تو كاش سايكل تايم،
هاد القضيه دي انا عارف بزاف الناس ما عارفينهاش، ولكن مزيان اللي تقال في هذا اللايف هذا، يعني تقال فيه شي حاجه فريمون اكسكلوزيف. الكاش تو كاش سايكل تايم هو الانترفال اللي كياخذ اللي كيتخاض من عند الليفرر لعندك انت از بزنس اونر. فاش كنقولوا الليفرر ماشي ضروري يعني بارتيكولار، تقدر تكون شيبينغ كومباني ولا ولا ولا, ولا دليفري كومباني. بالنسبه للشيبينغ كومباني راه كتكون اوفرسيز يعني عالميه، يقدروا يكونوا داخلين فيها الدول. بالنسبه للدليفري كومباني كتكون لوكال، باش نفرق. حقاش بزاف الدراري ديال الايكوميرس كنسمعهم تيهضروا فريمون ما عندهم حتى شي فكره على هذا الشيء، كيخلط شيبينغ كومباني مع دليفري كومباني، يعني شي خلط الماء مع الزيت. الخوت خصنا نسيباريو، شيبين هو الاوفرسيز يعني يقدر يجي من دوله لدوله اخرى، ديليفري يعني كيكون لوكال. فاش كنقولوا الكاش تو كاش سايكل تايم، يعني شحال ديال الوقت كيتخاد من عند سوسيتي دي ليفريزون ليور واليت. داكور، كل ما كان الانترفال قصير كل ما الكاش فلو، كل ما مزيان كل ما الكاش فلو التيرويل ديالو تكون دايره اكثر. داكور، يعني مثلا الى الكاش كوليكتيتيف في 24 ساعه ماشي هو الكوليكتيتيف في 48 ساعه ولا في ولا في ولا في 3 دايز. داكور، الا كوليكتيتيف في 3 دايز هنا كيكون عندك واحد اللاك في الماركتين ويل، يعني كتكون غادي مثلا ب 10 اكس تتولي غادي غير ب 3 اكس، يعني كتولي كتولي العجله ديال الماركتين ديالك كتدور ثقيله. وهاد القضيه دي مهمه مهمه بزاف. كنهضروا مثلا على 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 الكاش اون ديليفري، الكاش فلو مهم بزاف. حق الصافي بارتي من الدومين انيتسيال. داكور، يعني كاش والدومين سميتو كاش اون ديليفري، يعني كاش اون ديليفري، يعني كاش اتس انترلينك تو ديليفري، ديليفري اتس انترلينك تو كاش. يعني كل ما كان عندك الكاش والديليفري ريلايبل اكثر، كل ما السكسيس ديالك والريتورنز والبيج نمبرز غتحققهم في هذا الدومين غيكونوا عندك غارانتيد مور. كما كان عندك مشاكل بزاف في الديليفري، مشاكل في الكاش، غيكون عندك واحد 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 غيكون عندك يعني الربح البروفيت ديالك غيكون نات هيلثي از ماتش از باسيبل. دابا مازالين كنهضروا في الجراوندين، يعني جراوندين بالنسبه للشرح ديالو في البيزنس كيعني بالعربيه نقدروا نقولوا مثلا داك حجر الاساس. داكو، يعني الجراوندين داك ارضيه، يعني فوالا يعني ارضيه ديال البيزنس. يعني ما حنا مازالين هنا مازال غندوزوا للهول سيلين وغندوزوا للماركتينغ. داكو، كيفاش كيدار الماركتينغ في اوروب، كيفاش كيدار الهول سيلين. بالنسبه للجراوندين هاد الكي بي ايز اللي بارطاجيت معكم، بحال دابا مثلا كما قلت لكم الكاش تو كاش سايكل تايم، اولا مثلا بيرفكت اوردرز ريت. انا متاكد بان بزاف الناس ما يكونوا سمعوا بهذا الكي بي اي هذا. بيرفكت اوردرز ريت صافي دير لي طا ديال البرودوي كيفاش كترجع. داكو، انت كتصيفط مثلا 100 بيرفكت اوردرز ريت، الا كان عندك مثلا 97% هو ان راه غير ثلاثه ديال البرودكت اللي اون دوماج. داكو، ولا 97 برودوي، فوالا عندك 97 برودوي لي طا ديالو بقات بيرفكت. هذا كيتسمى في الكاش اون ديليفري كيتسمى بيرفكت اوردرز ريت. هاد الكي بي اي ديالنا ماشي ديالنا حنا اللي خرجناه، ولكن ما عرفتش يعني حنا بقينا خدامين تلقينا راسنا في هاد السيركمستانس وخدامين بهاد الكي بي اي. بالنسبه لهاد الكي بي اي كندخلوهم في سي ار امز، هما دايرين بحال واحد البازلز، هما باش كتكمل سي ار ام، باش سي ار ام كتعطيك واحد الحساب نقي في الاخر، يعني كتعرف شحال ديال الوقت مثلا الليفرور دار باش يجيب لك الفلوس كما قلنا، كتعرف شحال ديال الوقت مثلا الكوز ديوريشن ريت، مثلا شحال ديال الوقت مثلا كياخذ لك الكلاينت باش كتكونفير باش كتكلوزي معاه، يعني السيل ولا الديل اولا البورشيس. يعني هنا هذا هو كي بي اي، يعني كل ما الديوريشن كتكون طالعه كل ما البيزنس كيتاثر اكثر. يعني الديوريشن ديما خاصها تكون اقصر وقت ممكن، يعني 30 ثانيه 24 ثانيه 50، المهم ما تكملش دقيقه. الا كانت عندك دقيقه الفوق راه اتس وارنينغ لايت، يعني اتس وارنينغ لايت سافي دير يو هاف تو تيك كير اوف ات. يعني هنا خصك تشوف زعما مع الايجنس ديال الكول سنتر علاش كاين هاد الروتار، ماشي روتار بون، هو
كاين دي فوا دي كولز خصهم يفوتوا دقيقه، ولكن على العموم يعني في الكاش اون ديليفري لي كولز ما خصهمش يفوتوا دقيقه، سينو راه غتبقى النهار كامل والايجنت غير تيهضروا في التليفون، يعني ما يكونش واحد ريتورز مزيان. دونك هنا هضرنا على الجراوندينغ، هضرنا على الاوفيس انه خصو يكون في المغرب وانت تاوبيري في الايو باش هنا الريتورز يكونوا فريمون طالعين. حقاش 100 اورو ديال لا زونطاج مثلا راه هي 100 درهم ديالنا في المغرب، يعني راه الخوط راه اورو واحد فيه 10 ديال الدراهم، فهمتيني؟ يعني 10 د المرات، يعني فاش غتمشي تاوبيري في الايو وانت لي شارج عندك في المغرب راه غتجيب 10 د المرات اكثر من دوك لي شارج اللي كدير. يعني هنايا بنادم فهمتيني هاز تو ثينك وايزلي، وانا عارف فهمتيني سكسيسفول انتربرينورز راه دي ثينك ذيس واي. عندنا كما قلنا فوالا البلان ديال الاوبريشن في الايو. عندنا دابا ندوزو واحد ديسكليمر كما قلت لكم قبل ما نكمل، هو ان الكاش اون ديليفري اتس نوت في الايو ولا مثلا لوروب كمارشي الكاش اون ديليفري راه ماشي اوبن ماركت، يعني السلام عليكم كتجي كتخدم تما. لا كما هضرنا في الود لايف راه كاينين بعض الحوايج خصك ديرهم باش تخدم في الكاش اون ديليفري لوروب عكس لي مارشي الاخرين. لحقاش كما تنقولوا الكاش اون ديليفري لوروب ولا لوروب بصفه عامه هو واحد المارشي اللي مأطر مزيان، وماشي يعني تكون خدام في لافريك وتدور لك في الاخوان تقول نمشي نخدم في لوروب. لا ضروري يو هاف تو تيك اندر كونسيدريشن لوت اوف ثينجز، وكاينين بزاف 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 ديال البروز اللي هما كما هضرنا قبيلات. يعني شوف nothing is easy فهمتيني، the hard efforts it takes the better results it gets فهمتيني، ولا it offers ولا it gives. يعني فريمون كل ما المارشي فريمون تعطيه وقت اكثر وكتانفيستي فيه وقت اكثر وكتعطيه وقت وكيكون صعيب، كل ما الريتورنز كيكونوا فريمون طالعين. والمارشي ديال لوروب كايكزومبل مثلا تبدا في المغرب راه مارشي سهل، يقدر يعطيك لي فخوي ديالو من النهار الاول والنهار الثاني والنهار الثالث، ولكن او فيم دكدك تقريبا كتوصل معاه ل 1000 درهم شي 40 درهم ويسد البسطام ديالو شي علق. يعني في لوروب 100 اورو راه عندهم فهمتيني ما عندهمش مشكل. دونك هاد القضيه. وما بين البروز الاخرين هو انك تقدر مثلا فوالا من بين الحوايج راه حنا تنعرفو حنا مغاربه، يعني راه ماشي جينا ماشي دوله اخرى، راه بزاف المغاربه فهمتيني تيحلموا انهم يكون عندهم وراق مثلا ديال شي دوله اوروبيه ولا عايشين في شي دوله اوروبيه. هذه اونتر بارونتيز، يعني هذه القضيه كتقدر مثلا بالاوبريتيف كاشون ديال ديت تما، يعني تقدر تكون عندك بوسيبيليتي انك تقاد ريزيدونس ديال ديك الدوله اللي كتوبيري فيها البيزنس. بحال مثلا لي سبان تقدر تكري من بعد ملي يولي عندك السيلز يولي عندك مودريت، يعني عندك واحد سستينابل فيو على المارشي ديال الايو. هنا ننصحك يعني تبدا تقاد الفي اي تي نمبر ديالك في داك البلاد هذاك، وبداك الفي اي تي نمبر راه تقدر تدفع بالريزيدنسي في سبين كيسميوها استانسيا، او تقاد فيزا دي 7 يعني عادي في البرتغال، ولا يعني عندك بزاف ديال تشويسز باش انك تكون ريزيدون ديال شي دوله معينه انسايد الايو. وراكم عارفين الخوت فهمتيني ريزيدون ولا انسايد الايو ولا من بعد ملي كتاخذ الباسبور فهمتيني في الايو، راكم عارفين راه ما كاينش شي واحد في العالم ما كيحلمش انه يعيش في الايو. يعني باش نكونوا واقعيين، يعني راه شحال من شي نوي تيحلم انه يمشي يعيش في الايو، شحال من هندي، شحال من سعودي، شحال من مغربي، شحال امريكاني براسو، امريكانيين براسو كيمشيو كيقراو في المانيا كيقراو في فرنسا الى اخره. يعني الايو اتس لايك واحد الويلفير ستيت، يعني تقدر تتوفر لك بزاف ديال العيبات اللي غيهنيوك انت مثلا في المغرب ولا في يعني الدراسه كتقرا فابور، يعني كدوا فابور. يعني هادو اونتر بارونتيز من بين البروز اللي تقدر تاخذ اوبريتين بيزنس ان الايو اللي هو الكاش اون ديليفري. حقا اخي عندنا سولتيني قبيلات على البروز والكونز الكونز وراي هاد البروب وحديتو كافي فهمتي باش انك تكون عندك وراق ديال الدوله راعيه فهمتي بحال مثلا ما اي دون نو سبين بحال نيدرلاندز بحال فرنسا بحال، يعني يكون عندك وراق ديال الدوله هادو راه ما ساهلاش. راه بنادم في المغرب راه كتلقاه فريمون مليونير، كتلقاه فهمتيني سياسي ناجح واصل نيفو كبير بزاف، وما لقيتش امكانيه انه يدير ريزيدنسي في هاد الويلفير ستيت هادي. لحقاش الويلفير ستيت هما ليميتد بزاف في العالم فهمتيني، اغلبيه ديالهم كاين في لوروب فهمتي. مثلا اليو اس امريكان راه ماشي ويلفير ستيت فهمتي، ماشي دوله راعيه. فاش كنقولوا دوله راعيه تنقولوا دوله كتكلف لك
بجميع الاحتياجات ديالك يعني اللي غتحتاج انت كانسان. يعني غتمشي للسبيطار غتلقى طبيب صحة وداك الشيء هذاك فوالا فابور، غتمشي مثلا حاسين فوالا تبغي تقري ولادك راك تقريهم في اعلى كاليتي وفابور، فهمتي اي حاجه يعني الانفراستراكشر ميم دوك لي زيفينمون بحال مثلا فاش كنكون مثلا كنعمر بزاف فرانش ريفيرا ولا شي حاجه كتلقى مثلا فريمون كونسير جيبي ليه فهمتيني واحد البوب ستار والتيكيتس فري تتكون دايز فهمتيني تتريح تتفرج بحال بحال ايوه الناس وما جايبين فهمتي مغني من الميريكان ولا جو سي با من اليو كي خاسر عليه زبرد فلوس لوطي كذا باش تجي انت تتفرج فيه فابور دونك اتس ويل فيرست يعني هادو اونتخ بارونتيز حيت عندكم واحد تدخل سي ايمن وسي عدنان ياك اسمع عندك حتى ذاك القضيه ديال السكيلين كيفاش تقدر تسكيلي اكثر في الايو من انك تسكيلي في المغرب يعني هذا واحد لافونتاج اكثر تبغي توسع في هذه النقطه هذه فوالا لحقاش كما تنعرفوا الدول المارشي الدور فهمت الناس اللي خدامين دروب شيبين وهذا راه عارفين هذا الشيء هذا مارشي كبير بزاف راه الا خدينا غا الا خدينا غا ايطاليا راه شحال تكون فيها 90 مليون ولا الالمان ولا هذا يعني قارنوا مثلا بالجي سي سي ياك مثلا اي دوله وحده في الاوروب راه كتساوي الجي سي سي كامل كتساوي البحرين عمان سميتو قطر اميريت حقاش الدول هادو كتلقى فيهم غير 3 د المليون 2 د المليون 5 د المليون فهمتي 8 د المليون 10 د المليون كاع 15 مليون ما راه الدول في اوروبا راه تبارك الله راه فهمتي راه كاينه البوبوليشن الالمان راه غتكون ضاربه لواحد 100 مليون فهمتي يعني سبين راه غتكون ضاربه واحد 50 مليون يعني الطاليان راه غتكون ضاربه واحد 70 مليون فرنسا ما نهضروش عليها شوفوا يعني مارشي كبير عندك فريمون بزاف فين توسع وعندك الاوبشنز بزاف ديال الاودينسز ولينيش راه ما عندك البيتس الاكسسوارز الكار اكسسوارز الجادجيتس عكس مثلا لي مارشي الاخرين دي ار كلوزد يعني كتخدم غير برود مثلا مثلا ناخذ مثلا مصر مثلا اللي هي في الافريك ولا مثلا نيجيريا واخا مصر راه مارشي كبير ولكن المشكل اللي كيبقى في هاد البيريفيريك كونتريز هو ان لابرونتيساج دوديونس كتكون ضعيفه عند الفيسبوك يعني الفيسبوك فريمون ما كيعرفش هذاك السيد واش هو هو ولا فهمتي يعني كتكون داتا مخربقه يعني كتلقى مثلا واحد ساكن في كايرو ولكن في لادريس ديال الكسندريه يعني انت كتارغيتي كايرو انت كتارغيتي الكسندريه هو راه كيمشي لك عند واحد كاين في كايرو ولكن داير في لادريس الفيسبوك يعني بوتين يعني بوتين ماني ان ذا بلاك هول يعني في الدول هاد عكس الاي يو كتلقى فريمون بريسايز ديتا يعني كتلقى مثلا الفيسبوك الا قلتي له سيليا غير الناس ديال باغي راه فريمون غيمشي لك غير الناس اللي ساكنين في باغي وهاد عندك الاوبشن ديال انترناشونال اودينس اللي هو تقدر تارغيتي انترناشونال اودينس انسايد الاي يو عكس الدول الاخرى مثلا المغرب المغرب ما تقدرش تارغيتي انترناشونال بايرز حقاش اتس نوت هذيك اش كيسميوها هذيك فوالا ديك البلاصه اللي فريمون كتكون واحد الكروسين بوينت ديال العالم فهمتي بحال مثلا ايطاليا الا هضرنا على روما ولا ميلانو راه شي شحال ديال عباد الله كيجيو في النهار تما راه فاش كيكون الفاشن ويك في ميلانو راه كتلقى 3 مليون 4 مليون في النهار كتجي لميلانو غير بوحديتها ميلانو يعني هنا الا خدمتي انترناشونال ستور يعني بلونكلي وانا عارف هاد القضيه ديال راه كاينه في الفيسبوك يعني بزاف الناس ما يكونوش عارفينها هو انك كتارغيتي بيبل هو از كامين بيبل هو ار كامين تو ذيس اريا نوت ليفين ان ذيس اريا داكور يعني انت كتقدر تجيب لي كوموند قبل كاع فهمتيني دوك الناس ما يجيو لديك البلاصه هذيك اللي كتخدم فيها في الايو يعني فريمون الايو مارشي تري تري ستراكتوريزي ستراكتورد لواحد الدرجه ما تخيلوش نقدر نقول لكم كاع اتس بيتر ذان يو اس ستراكتور ديالو الماركتينغ كديرو انت مرتاح عارف راسك فين غتبيع شنو غدير السبيسيفيكيشن الى اخره هادو من الحوايج اللي سولتني عليهم اخي عدنان ديال ان السكيل في الايو هاد السكيل غتسكيلي وانت مرتاح عندك البوبوليشن عندك التولز غير هما باش تخدم بهاد التولز وهاد البوبوليشن وتضفهم بطريقه معينه خصك فريمون تكون سكتي لواحد السيرشن ستاندرد في الاي كوميرس واللي هو فهمتيني انسيستيت عليه في الاول يعني باش تمشي تخدم في الايو عندك جوج حوايج سواء انك في المرحله ديال السكيل يعني في المغرب وصلتي لواحد النيفو فريمون واعر يعني بالبراند ديالك
يعني وليتي كطيح في الاوفرلاب 7 سنين 6 سنين وانت كتقل ادس في المغرب صافي، بغيتي تطلع لاسبان، بغيتي تمشي لالجيريا الى اخره الى اخره. وهاد القضيه دي ديما تنقولها، يعني سكيلين في الكاش اون ديليفري من المغرب راه ما كيكونش انترناشونال، يعني راه كيكون جلوكلي، يعني غير جلوكلي، يعني غير من المغرب كتمشي لاقرب دوله فهمتيني، فرنسا، سبليون، البرتغال، الجزائر، كاع الى بعد فهمتيني. مثلا انا كنهضر على الناس اللي عندهم ستوك ديالهم، عندهم براند ديالهم، عندهم برودوي ديالهم، يعني كي ولا كاع تيخدموا ميم ب بسميتها ب بالفيجيتال. هذا واحد الكونسيبت هو anyway. فيجيتال صافو دير فيزيكال ديجيتال برودكت، يعني كاين دابا حاليا بزاف ديال لي برودوي ولاو فيهم هاد الميكستشر ديال ديجيتال و اون ميم طون تيكونوا فيزيكال، يعني راه غيبداو يبانوا من هنايا ان شاء الله فهمتيني بروشيمون، غيبداو يبانوا في المارشي ديال المغرب ماشي المارشي ديال الاي اون جينيرال. المارشي الاخرين صراحه ما عنديش عليهم فكره. دونك فوالا ندوزو دابا للهول سيلينغ. داكو ندوزو للهول سيلينغ. بالنسبه لي الهول سيلينغ الاي يو قاصح شويه على لي مارشي الاخرين، داكشي تنقول لكم ديما راه الباغيير دونتخي راه طالع في الاي يو عكس لي مارشي الاخرين. باغيير دونتخي في الاي يو مثلا في البرودوي ديال الهول سيلينغ عندنا 3 ماركتس اللي كنقدروا ناخذوا من عندهم البروداكتس بالجمله. عندنا مارشي ديال ليطالي، مارشي ديال الاسبان، مارشي ديال لا فرونس. بالنسبه للمارشي ديال ليطالي عندنا واحد الحاجه سميتها سنترو انغروسو تسينا، هذه كتكون ديما في الدخله ولا في الخرجه ديال المدن الكبار ديال الطاليان، بحال مثلا في ميلانو كنلقاوها في الدخله ديال ميلانو، بحال مثلا في تورينو كنلقاوها في الخرجه ديال تورينو، بحال مثلا في اي دوله فروم في اي مدينه ديزولي في ليطالي، اي مدينه لحقاش ليطاليا الاخوان. جاتني هذه النقطه هذه. ليطالي هي الدوله الوحيده في اوروب اللي كتعامل مع الشينوا، داكور الدول الاخرين كيتعاملوا مع امريكا. ليطالي عندها فريمون علاقات واعره مع تشاينا، وكاين حتى في الديوانه فريمون ساهله بزاف على الدول الاخرين، يعني مثلا الالمان ولا الاسبان كتلقاهم كيتعاملوا بزاف مع امريكا. ليطالي هادشي اللي كنقول ديما ايتلي از جيت واي تو ذا اي يو فهمتيني، سي او دي ماركت ديما خدم ليطالي على اساس انها واحد الدخله ديالك للمارشي ديال الاوروب، حقاش فريمون كنهضر على الاي كوميرس وسيرتو الكاش اون ديليفري، حقاش بيان سور الناس كيتفرجوا فيا مهتمين بالكاش اون ديليفري. الدخله ديالك للاوروب بالباب ديالها هو الطاليان. علاش الطاليان ما عندهمش مشكل مع برودوي ديال الاي كوميرس الشينوا، فهمتي فرنسا الدول الاخرين عندهم مشاكل، يعني كيزيرو اتريس انفو كتاخذ عندكم مثلا الدول الاوروبيه عندها مشكل مع لي برودوي ديال الشينوا، انت غدوز عن طريق ايطاليا فهمتيني، ايطالي راه از بارت اوف ذا اي يو، دونك صافي دونك انفو كتدخل لايطالي السلعه دونك صافي راه از بارت اوف ذا اي يو، راه ما حتى شي واحد حق يقول لك اما دي السلعه من الطاليان لاسبان، اتس ستوبيد فهمتي، حقاش ديجا راه السلعه داخله في ايطالي، وايطالي اتس بارت اوف ذا اي يو. دونك ديما تنقول للدراري ايطالي هي الباب ديالكم بالنسبه للكاش اون ديليفري في الاي يو، يعني كتاخذ السلعه من ايطالي سواء كتاخذها ديجا يعني جايه من لاشين من هاد لي مارشي اللي كتبت لكم ديال سانترو انغروسو كما قلت لكم، اللي هما دي سونتر ديال الكرو الا جينا نترجموها بالفرنساويه كيتسمى سانترو انغروسو تسينا، يعني الاسواق المراكز ديال الجمله في ديال الصين. داكو وكما تنعرفوا الصين راه غادي بواحد المخطط سميتو سيلك رود اللي هو طريق الحرير، يعني راه اي دول تقريبا تلقى فيهم داك الطريق ديال تلقى فيهم الشينوا، والطريق ديالها داك الشينوا ملي كيجيبوا السلعه. داكو اكسبت الدول ديال الايو فهمتيني، كنهضر انايا الدول ديال الايو ماشي كاملين، كاين جوج دول ديال الدول كيتعاملوا بهذا السيلك رود اللي هما كما قلت لكم الطاليان وهولندا. تري بروشامون هولندا غتكون في من ناحيه البور، من ناحيه ديال الماريتيم، يعني هنا كاينه هولندا، ومن ناحيه ديال الطياره كاينه ليطالي. المهم اخوان سمعوا هاد المعلومات هادو، راه خصك تمشي تما وتحمق راسك والديواني وعاد باش تعرفوا هاد اللايف مع خيتنا حنا فهمتيني كنبارطاجيوهم. وخا صراحه ديسك ماشي ديسك خي، ولكن ماشي مشكل، يعني انا ديما تنحاول نبارطاجي مع الدراري ديالي كواليتي ديال الانفورميشن، حقاش عارف اصلا فهمتيني الناس اللي متبعيني فريمون راه تيخدموا داكشي بطريقه فهمتيني اللي هي
فوالا يعني تيحافظوا عليها، ماشي شي واحد غيمشي يغدا في يوتيوب يقول لهم اه كدا غنمشي نقول مبولات الكاشون ديالي في الاوروب كدا، شوف الدراري غتمشيو غتصيفطوا للطاليان راه ما غتوحش يكون في الديوانه، غتصيفطوا الدراري وغنمشيو هزهم للطاليان وليفريو بالكاشون ديليفري ومبروك عليكم العاقه طن طن طن. عارف هاد الاوديونس هذا ما عنديش، ماشي الناس اللي عندي فريمون ناس تخدم بعقلها، يعني غيمشي غيخدم به هو الراسو وغيستفد به هو الراسو، سواء غيخدم به ولا غيخدم به من بعد ولا يبارطاجيه مع شي حد اللي فريمون خدام الكاشون ديليفري في فلورو. وصراحة هذا هو الهدف ديال اللايف، هو انه نبارطاجيو الافادة اللي ما كايناش في الانترنت في بلايص اخرين. اوكي بالور ديال عندي لك واحد الكيستيون. المهم هضرتي لنا على جو بونس كاع على البلانات ديال الكاشون ديليفري، انا صراحة فهمت، غير عندي سؤال ديال بيجنر. الو كيفاش واحد سوا ساكن سوا في المغرب سوا في الاوروب، شنو هما الستيبس اللي خاصو يدير؟ واش خاصو اصلا يبدا في اليوروبيان ماركت من الاول؟ هذا بيجنر سوا ديزو عنده كاش فلو، الو كيفاش يقدر يبدا يعني ستيبس داكشي ديبلوي؟ فوالا يعني شي واحد بغى يبدا في الكاش اون ديليفري ايو شنو خاصو يدير؟ كما شرحت واش وورث ات، حتى واش وورث ات، واش الكاش اون ديليفري وورث ات؟ اف يو ار نوبي it doesn't worth it. باش نكونوا يعني هنايا حنا تنهضروا يعني تنهضروا بوينت، if you are a newbie يلاه باغي تبدا الاي كوم، ما عندك حتى شي اكسبيريونس في الاي كوم، ما عندك حتى شي براند، غير يلاه باغي تقول بسم الله وباغي تبدا الاي كوميرس وغتخسر المارشي ديال الايو، هنا it's a big no. شنو it's a big no، فلوسك غادي يمشيو وغادي فريمون غادي تعذب ديال بصح. راه وقعت للدراري ولكن ما جاوش تشاوروا معايا، يعني غنمشاو نيشان ديال الدومو شراو السلعه من الشينوا صيفطوها لفرنسا وحلات لهم في فرنسا، تيعيطوا لعمامهم العائلات ديالهم سيروا لنا للبور راه وحلات لكم واحد السلعه، فهمتيني هما تيقول لهم صيفطوا لنا الفلوس باش نخلصوا السلعه راه عندك 700 اورو طان طان. فريمون ربجه 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 ديال بصح. هنا الخوت كنت يلاه باغي تقول بسم الله في الاي كوميرس، شوف لك اخويا مارشي ديال المغرب، راه عندنا اي كوموريوز مروكو اللي هي لا بلي غروند كوميونيتي ديال السي او دي في المغرب، غتدخل ليها غتشوف لي لايف ديالي غتشوف الكونتوني ديالي غتشوف الفيديوهات ديالي غتفهم المارشي ديال المغرب، غادي تبدا نهار الاول غادي دير دي ريزيلت. دابا الناس في المغرب راه النهار الاول كيديروا ريزيلت كيبداو يبيعوا، غير هو كما قلت لك كتوصل لواحد البلاطو، مثلا في المغرب كتوصل لواحد البيزنس بلاطو ما يمكنش ديباسي، الا بغيتي ديباسي خصك دير سكيل، سكيل اللي هو تيكون هنا جلوكلي، يعني هو الكونسيبت ديالنا سكيلينغ جلوكلي فيا سي او دي، يعني كتمشي من المغرب اقرب دوله ليك، ما تمشيش من المغرب للجابون ولا تايلاند ولا من المغرب فهمتي البوركينا فاسو، لا انت خدمتي في المغرب درتي الجراوندين في المغرب امور ديالك مزيانه في المغرب كتمشي لاقرب دوله في المغرب. هنايا باش نكونوا متفقين، هنايا اقرب دوله في المغرب، انا مثلا لوكا ديالي فاش كنت بادي الاي كوميرس 6 سنين 7 سنين وانا خدام فاش بغيت نسكيلي راه ما مشيتش شي دوله بعيده، راه مشيت لاقرب دوله ديالي هي لاسبان، اول دوله بديت بها في السكيل ديالي هي لاسبان، وتما فاش جا هذا الكونسيبت ديال الكاشون ديليفري يورو، حيت راه ما كانتش شي حاجه، المهم الاخوان باش نتفقوا ما كانتش شي حاجه اصلا سميتها كاشون ديليفري يورو ولا سي او دي ايو، ما كانش كاع ما كانوش يعرفوها، ما اصلا انت تهضر مع الدراري في الاوروب دايرين الاي كوميرس تنقول لهم فهمتيني واش كتعرفوا شي حاجه سميتها كاشون ديليفري، قليل 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 اللي عنده فكره فهمتيني، ما كانش كاع اصلا هذا الاسم هذا ما كانش، يعني فاش مشينا هكا كان السكيل، يعني كتبدا في المغرب ما يمكنش تمشي للاوروب عاد من بعد كتسكيل في الاوروب، الاوروب كيحل لك بيبان بزاف كما قلنا اودينس جديده او في طالع، يعني حتى البرودوي ديالك اللي كتبيعو انت ب 30 دولار في المغرب راه كتبيعو ب 120 دولار في الاوروب، يعني فكر راه غتمشي للمارشي اللي او في ديالو طالع، يعني صافي دير شنو صافي دير حبه العاقه، يعني العاقه غتجيب اكثر من اللي تجيب في المغرب، يعني المغرب راه كتجيب داكشي ليميتي، يعني اصلا حتى القدره الشرائيه في المغرب راه حنا عارفين واخا هاد الانفليشن اللي كاين والتضخم وكذا، ولكن راه مازال القدره الشرائيه فهمتيني كتبقى محدوده في المغرب عكس الدول الاوروبيه اللي كما قلنا راه تيشريوها ب 100 اورو بحال شرب 100 درهم في المغرب، يعني حنا راه تنخدموا بعمله اخرى يعني كرنسي اخرى راه الايو، يعني ايو تنخدموا بالاوروب بالاوروب صافي دير عمله اخرى، يعني باش كتدخل في عمله اخرى وكتجيبها للمغرب يعني كتجيب مثلا 10000 اورو للمغرب كتصرفها عاد كتحس بحلاوتها فهمتي، راه كتعطيك طون ديال الفلوس المغربيه فهمتي، اما ملي كتصرف تما النيس في الاوروب راه ما كتسوى حتى لعبه، دونك هادشي علاش تنقول ديما اوبيري في الايو من المغرب، بيان سور ماشي مع السلام عليكم تمشي للايو حتى كدوز اكسبيريونس في المغرب، غير الجواب ديالك اخي ايمن. اوكي وبالنسبه للبلاتفورمز ديال الادفرتايزين اللي كيخدموا لك مينلي في الايو
واش فيسبوك ولا دو يوز تيك توك وداكشي الاخر؟ يب صراحه از 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 ستيل فهمتني ذا فور موست ريلايبل ادز بلاتفورم. حقاش كيما تنعرفوا دابا فيسبوك ادز راه ستيل از ذا كينغ، راه ما يمكنش شي واحد يختلف من هذه القضيه هذه يقول لك لا راه كاين شي بلاتفورم اخرى احسن من فيسبوك ادز. المهم فيسبوك ادز هذاك ما كنهضروش عليه، هذاك تيبقى هو الاول. راه كتاسبيرا منه جوجل ادز، راه داروا بلاتفورم بحالها، راه دابا كتاسبيرا منه تيك توك ادز، يعني هو انجح منصه هي فيسبوك ادز. راه بزاف ديال المنصات تنقلوا من الفيسبوك غير حقاش هو ناجح، فهمت؟ بالنسبه للخوت اللي كيخدموا بسناب شات ادز، راه دابا ولا فوتو كوبي ديال فيسبوك ادز، جيت انسبيرا منه. علاش؟ حقاش فيسبوك ادز حاكم هذا المصطلح هذا في المغربيه، يعني حاكم الاودينس، يعني كتسباندي كتجيب الريزالت. جوجل ادز كتسباندي في الشك، تيك توك ادز كتسباندي حتى هو كتجيب الريزالت، ولكن ماشي بحال فيسبوك. يعني كيفاش غنخدموا؟ غنخدموا فيسبوك ادز هو الاول، هذا كيبقى الموست ريلايبل فهمتيني بلاتفورم. من بعد كنتبعوا ليه تيك توك ادز، دابا كنهضر على الايو فلورو. اما الا كنا غنهضروا على البيك فور فهمتيني، اللي هما استراليا كندا امريكان، استراليا كندا امريكان يو كي، هنا من مور فيسبوك ادز كنفضل جوجل شوبين ولا جوجل ادز. داكو حقاش هذوك الدول هذوك عاوتاني اتس بيهافير واحد اخر فهمتي، الايطالي والاسبان عاوتاني اتس انذر بيهافير، حتى هما كيدخلوا التيك توك بزاف بحالنا في المغرب يعني. والغلط اللي كاين بزاف الدراري فهمتيني كي غلطين فيه هو ان كيسحبوا التيك توك، راه اتس جاست ماينر بلاتفورم ديال اليمين فهمتيني، زعما ماينر بلاتفورم كتخدم غير الدراري الصغار، هو العكس. هنا كيخصنا فريمون نعرفوا بان التيك توك مثلا في المغرب راه الناس الكبار اللي كيخدموا اكثر من الصغار، يعني اللي عندهم 18 عام تحت في التيك توك في المغرب راه يقلل، ولكن خصك تشوف الناس اللي كيخدموا التيك توك كبار راه 50 عام الفوق صاحب، بس شي بنادم عنده 50 عام 40 عام تيدخل التيك توك هو المستعمل ديالو في المغرب. هنا باش تعرف بان راه واخا دوك الديتا والاناليسيس اللي كيخرجوا التيك توك لو ديت مثلا الاودينس ديالهم راه ماشي كوريكت، راه كوريكت غير في الماركت ديالهم، والماركت ديال التيك توك راه معروف اللي هو الاوروب والامريكان والخليج، يعني ماشي المغرب. المغرب راه ماشي مارشي ديال التيك توك، حتى الا بغيتي تقل الادز في المغرب في التيك توك راه ما عندكش الحق، يعني ضروري خصك تدوز على عن طريق بارتنر كما قلت في الاول ديال الفيديو اللي هما حنا. يعني مثلا انا مثلا عاود بلا مقول انا يعني بحال مثلا واخا ما كان باز مثلا في السوشيال ميديا، ولكن راه صانع قرار، يعني واحد الافكتيف فيجر. يعني مثلا نهار بغينا نطلقوا الادز في المغرب ولقيت ما كاينش بوسيبيليتي، رانا اللي مشيت كنطايق فهمتي. وبيان سور كاين اوتر بارتنر في المغرب، يعني ما تنقولش انا هو الوحيد، ولكن رانا اللي مشيت كنطايق باش خليتها اكسيسيبل فهمتي. مشيت جبت اول ايجنسي خدمنا بها في المغرب، كانت فريمون الليميت ديال البادجيت كان هابط. مشيت درت لهم فيزيت لدبي فهمتيني، البيرو ديالهم فوالا. بالنسبه للديليفري راه كنخدموه فهمتيني في المغرب في خفاء، يعني كنطوروه الى اخره، وكيتانسبيرو منا اوتر سوسيتي دي ليفريزون هما اللي كيديروا. يعني بحال بغيت تقول واحد فهمتي صانع، يعني واحد الاوكتو ديال الدومين، يعني حنا فهمتي كنشوفوا شنو خاص وكنجيبوا فهمتي، كنكونوا السباقين كنجيبوا البلان. كما قلت البلان ديال تيك توك فوالا، يعني المغرب راه ماشي مارشي ديالو، او الجزائر او شي دوله اخرى، يعني فهاد كما قلت لكم في الاول تير 3 كانتريز، يعني غير باش تطلق حتى البيبيسيتي في المغرب راه مشكله فيا تيك توك. فيسبوك خلاص ما كاينش مشكل، هذاك فوالا كيبقى اوبن، فوالا اوبن سورس بلاتفورم، تقدر تدخل تموضي فيه اللي بغيتي، تحط لاكارت اللي بغيتي. هذا مي تيك توك لا، تيك توك كيحاول ما امكن انه يستافد من الاغلاط اللي داروا الفيسبوك فوالا، باش ما يطيحش في المشاكل. كما تعرفوا مشاكل طاح فيسبوك، طاح بزاف المشاكل في اوروب، يعني باش المشكل اللي وقع فهمتيني فوالا مع الدول ديال الاتحاد الاوروبي في هولندا مع فرنسا، كانت كتقول لي علاش انت كتخدم الداتا ديالي، شكون قال لك فهمتيني تارجيتي لي الناس ديالي انايا الموظفين ديال فرنسا، شكون جاي فهمتيني. يعني هنا انتم عارفين هذه القصه هذه، يعني ما كانش عنده الحق انه يعطيك انك تارجيتي انت مثلا في المغرب، تمشي مثلا لفرنسا وتقول لي عطيني غير الناس اللي عندهم مثلا البيتس فهمتي. بالنسبه لفرنسا اتس اوفنسيف فهمتي، as far as it is فهمتيني powerful country ومتحفظه على
السيتيزنز ديالها اند سو اون. يعني هنا تنهضروا ان ديبث. لي بلاتفورم اللي تيبقاو اخويا هما الفيسبوك ادز فيرست بليس، كيتبعوا تيك توك ادز، كيتبعوا عاد جوجل هو ثيرد بليس فيا جوجل شوبين والسيرش ادز ويوتيوب ادز. اوكي نايس. وبالنسبه لهاد الدول انوردين مثلا انت قلتي في اوروب راه كتبيع جو باس بزاف ديال الدول اللي كيديروا الكاشون ديليفري، كيفاش كتاوبيري وكيفاش كتجيري التيم ديالك في هاد الدول؟ واش كلهم كتمشي معاهم بلونجلي وتي كان عندك الكونفيرميشن كيكونوا بلونجلي، ولا كل دوله خاصها اللغه ديالها وخاصك التيم ديالها؟ داكو مزيان، سؤال زوين. بالنسبه لاوروب كيكون عندنا تو فيرجنز، كيكون عندنا بايلانجوال ستور. بايلانجوال ستور شنو كيعني؟ كيعني هو انه كيعطيك لوكال لانجويج ديال ديك الدوله بلس انجلش. بالنسبه للانترناشونال بايرز كما قلت في الاول ديال اللايف، راه الايو هي واحد الكروسين بوينت، يعني كيجيو ناس بزاف من امريكان، من يو كي، من الشينوا، من مصر، من جنوب افريقيا، من استراليا، يعني بحال مثلا ليطالي، لا فرونس، لسبان، راه اعلى دوله في السياحه هي فرنسا باش نكونوا متفقين. يعني فاش كنقولوا اعلى دوله في العالم في السياحه راه خصك تمشي تشوف شحال ديال الناس كيجيو تما انترناشونال، يعني كما قلت لك كيجيو من استراليا، من كندا، من هذا، يعني هذو كيتسموا انترناشونال بايرز. يعني ديورين دير سي كيقدروا يكومونديو. انت مثلا كندي فهمتيني، مشيتي لفرنسا ومبحر فهمتيني، خدام طان كتسكرولي في تيك توك، كتسكرولي في انستغرام ريلز، طلع لك برودوي عجبك، واش ما تكومونديش؟ اصلا ما غاتكون غاتكومونديو وانت محتاجو فهمتي في ديك الوقيته هذيك. انت مريح في الفرنش ريفيرا مثلا 3 شهور ولا شهرين ولا هذا، غاتكومونديه غايجيك تما. دونك باش غايكومونديه هو فهمتيني، مثلا الميريكاني ما كيفهمش فرنسي، الى لقى ديك علامه ديال لونغري انجلش تما راه غيمشي كيجري غيكليكي عليها. وما اكثرهم الخوت هي الاخوان ديال الكاسون ديال اليوروب اللي مثلا كيتفرجوا فينا في هذا اللايف راه يكون عارفين هذه القضيه هذه، هو ان كاينين دي اوردرز كيجيوهم من الميريكانيين فهمتيني بالكاس تما في ديك الدوله ديال اوروب. دونك اللي كنت نقول اسمح لي قاطعك، الدليفري هنا خصها تكون في واحد 24 ساعه لحقاش الناس غير مسافرين، انت ما كتعرفش شحال غيبقى. دونك ديليفري كديليفري من كل دوله انت في خدام فيها، عندك ستوك في كل دوله. كل دوله كنوبيرو فيها الكاش اون ديليفري، كيكون عندنا واحد الفوليوم طالع كنحطو فيها ستوك. بحال دابا مثلا الطاليان راه عندنا وير هاوس في تورينو، الدراري كنجيو عندي ديك النهار. بحال مثلا الاسبان عندنا دو وير هاوس، عندنا وير هاوس في بي سي ان، وير هاوس في سميتها في غرناطة، يعني تو غير باش الكويك يكون داكشي كويك. وعاد فهمتيني سود فرونس اللي هو محرك فيه الكاش اون ديليفري مزيان، راه ما كنلقاوش مشكل من البي سي ان، بي سي ان بارسلون، يعني ما كنلقاوش مشكل من بارسلون سميتهم الساوثرن ستيتس ديال فرانس، مثلا مونبولي، مارسي، نيس، اند سو اون فهمتي. هذاك الكوت كامل كيمحرك فيه الكاش اون ديليفري مزيان، و فوالا باش تليفري تما. ماشي ضروري دير وير هاوس في دوك الدول، يعني تقدر ديرو في الاسبان وتما تليفري تما في دوك البلايص. يعني واحد القضيه مهمه كنت بغيت نقولها مشات ليا، المهم خليتها نتفكر نعاود نرجع لها. كنت فريمون تنهضر وشاده في دماغي ما بغيتش نطلقها. كتوقع صافي مشات، كنت كنزرب بزاف باش نرجع لها. اني واي قلتي البلان ديال ديليفري اخويا، اي دوله غتسكيلي فيها خصك تحط فيها وير هاوس، سي نورمال. وهذا الشيء بطبيعه الحال كيجي من بعد ماشي من الاول، لان خصك الفوليوم اللي غادي دير في داك الدول هذوك وداك الشيء. اخي عدنان ديما تفكر باريرز انتري ليفل في الايو راه طالع. فاش كنقولوا طالع سافو دير راه حتى كتوصل لواحد السيغ ثاني فهمتي، يعني راه ترينيتي مزيان في المغرب، يعني راه ضربتي واحد عامين ثلاث سنين وانت كتبيع مخير في المغرب، والاودينس والكاستم اودينس والبورتشيز واللوكالايك واللعيبات، يعني طيب شي داك المارشي مسكين ولا يطلب منك السماح فهمتيني، داك المارشي يقول لك بعد مني انا نزوق. يعني ديك 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 18 ولا 20 مليون ولا 29 مليون اللي عند الفيسبوك ديال الداتا ديال ديك الدوله، داك الاودينس ساليتي انت وجهك كطيح في الاوفرلا. دونك هنايا كيخصك ضروري تمشي للمارشي جديد، وانا المارشي الجديد اللي غنمشيو ليه هو الايو بيان سي. وراه كاينين فهمتيني في المغرب تبارك الله راه واصلين لنيفو، راه بداو معنا في السي او دي شي بي اللي هو الفولفيلمنت سنتر اللي كنليفريو به حنايا الدراري في الاوروب. فريمون راه الدراري فهمتيني راه تبارك الله، يعني كيجي بنادم كيدير لك 800 فهمتيني 1000 اوردر في المغرب في النهار، ما ساهلاش. كيبغى كيبدا اوبيري في المغرب، يعني
800 اوردر دير لي انت غير ان مارج بينيفيسيير ديال 100 درهم في شاك برودوي ولا ديال 80 درهم وضربها في 1000 او واحد الرقم تبارك الله فهمتيني عريض. هاد السي او دي شوبي نور دين واش هي اللي كتكلف بالليفريزون الدراري هنا في الاوروب دونك كتسهل عليهم هاد القضيه. شيبي سي او دي شيبي عندهم جوج ديال البلاتفورم كاين شوبي وكاين شيبي. شوبي هو البلاتفورم ديال الخدمه بحال شوبيفاي بلاتفورم وشيبي هي الفولفيلمنت سنتر ولا الفولفيلمنت سنتر في الايو. يعني حنا كنجيبوا لك ستوك اي بلاصه عندك في العالم تجيبوه تدخلوه للايو وكنديروا ليه ديستريبيوشن فيا سي او دي فور اغلبيه الكونتريز. ايو كامل ايو كامل الا اليو كي والنورديك ستيتس. فاش كنقول نورديك ستيتس النرويج الدنمارك لا سويد لا فينلاند. اوكي لحقاش انا في الاول صراحه بانت لي صعيبه على بزاف ديال الدراري انه بدا. ولكن ملي قلتي بانه عندكم بلاتفورم راه فريمون بانت لي القضيه غتسهل على بزاف ديال شوف حنا 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 الماشي ديال اوروب بحال فريم وركينو يعني سيرفيسز ديالنا اوديونس ديالنا والدراري اللي كيخدموا في المارشي دوروب حتى هما ديالهم. بحال دابا مثلا فاش كتبغي تمشي تخدم في المارشي دوروب ضروري خصك تدوز على كاشون ديليفري بوان ايوب. هاد كاشون ديليفري بوان ايوب هو كوميونيتي او ميم طون فورماسيون كور او ميم طون جروب. يعني كنعطيو الناس فورماسيون ولا كتهضر معاهم في الجروب المشاكل اللي عندهم الى اخره وكنتلاقاو في الايو دو طون زون طون. هادي كاش اون ديليفري يوروب يعني كاش اون ديليفري كاش اون ديليفري كيما كتكتب بوان اي يو يعني يوروب الابريفيشن ديالها يعني الاوفيشال كوميونيتي ديالنا. من بعد اللي كيدوز هو الكاش اون ديليفري يوروب. اسمحوا يا خوتي كيصار هنايا اش على الموسيقى كتسمعوها باش ياك قليله شويه لا قليله ما فاش نطفيها هي هذاك مزيان دونك فوالا الخوت كيدوز اول حاجه الكاشون ديليفري يوروب اللي هو الكورس والكوميونيتي كيتعلم فين غادي يخدم شنو الدول اللي كيقبلوا الكاشون ديليفري في اوروبا كيفاش يخدموا المارسي في الداش واش كيفاش يدير الستور في اوروب شنو الفرق مثلا بين تبيع في التشيك وتبيع في السبليون. تشيك تيشريو بزاف دوك المنتوجات ديال التخصيص اللي كيكونوا مثلا كدا. السبليون تيشريو بزاف الكوزميتيك اللي هو بازي على ارغان كدا كدا طن 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 طن. السيكولوجي ديال البايرز في اوروب يعني كتدخل من باب واسع باش كتدخل كتبغي تبيع في اوروب راه فريمون قريتي داكشي اللي خصك فهمتيني باش تبدا في اوروب. من بعد منين كدوز الفورماسيون اللي هي كاشون ديليفري بوان يوروب كدير تقريبا شي 299 دولار فيها كلشي دو ا ا زد ديال الاوروب. داكشي اش نقولك انا الدومين ديال الاوروب فريم يعني بحال بغيتي تقول ماشي سادينو ما بغيناش نخليو فين يتوسخ فهمتي يعني بحال لي مارشي الاخرين. بحال دابا مثلا اي واحد سولو يقدر يقولك انا ندير الكاشون ديالي في الخارج ماشي مثلا باغ اكزومبل ولا في المغرب يعني هو بلاد معادي جدا يعني ما عندو حتى شي ريزالت مازال يلاه بعد يقدر يقول لك كذا تلقى شنو تيبيع تيبيع تقربيق اولا يقدر يكون شي سبامي كيجيو اوردرز فهمتيني وكيصيفط شي اوردرز اخرين ولا يعني ما تقدرش تعرف يعني هنا اتس اكسيسيبل ماركت لاي واحد فهمتي اللي كيعرف اللي ما كيعرفش. حنا في اوروب درنا اوتخوم درنا ان حتى خاص ضروري تفورما ما يمكنش تجي في اوروب والسلام عليكم تبدا تبيع لحقاش ما كاين حتى شي معلومه في الانترنت اصلا. انا ما اظن واقيلا غير انا بوحدي شي وقيل اللي كنهضر على الكاشون ديال في اوروب يعني مازال ما كاين حتى شي واحد ولكن شي دراري ولكن ما متعمقينش بزاف بحالي يعني بحال مثلا انا تلقاني تنشد الكاشون ديال في اوروب تنفصلو يعني تنشدو تندي طياس ردو بياس دي طاشي يعني تنقول لك فهمتيني ها الاودينس كيفاش تبيع ها فين تبيع ها الانترناشونال بايرز فين كاينين هكذا هكذا يعني تنشدو تنعذبو يعني ما كنخليش البنادم كاع فيني كاين مثلا شي دراري اخرين يقدر يقول لك غير تقدر تخدم غير في الصبريون وفي الطريان راه خدام مزيان والسلام عليكم يعني ما كاينش داكشي فيري ديتيرفو. فوالا من بعد كيدوز كاشون ديليفري بوان ايو اللي هي لا فورماسيون ضروري خصو يدوز منها. من بعد كنديرو ليه السيرفيس اللي هو ديالنا النيت سي او دي شيبي داكو. هاد سي او دي شيبي ما كيخلص هو لا فات في اوروب ما كيديواني في اوروب حنا كنديرو ليه كلشي وحتى الفيرز
they are very very low. فهمتيني؟ غنشوف واش عندي في البي سي هنايا داك واحد غير واحد سامري ديال الكاركترز. عندي واحد هذا مثلا هنا كتلقى جيرماني. هاي جيرماني كتبدا ب 7 اور ل 100 غرام، 27 ل 200 غرام، 500 غرام سي 57 حتى الكيلو، كيلو 87. هذه جيرماني. ندوزو مثلا لسبين، سبين كتبدا ب 56 ل 100 غرام. هادو هما سي او دي شي بي ديليفري شيبين ريت. هما هنا يعني مثلا سبين 250 غرام ب 10 15 كتبدا اغلبيه ديال لي برودوي الكادجيت اللي كيبيعوا الدراري في سبين راه فيهم ماشي 100 غرام، فهمتي؟ يعني كيكونوا خفاف بزاف. دونك البلان اللي كاين هنايا هو ان البرايسز اللي دايرين ليهم حنايا في الايو اكسبشنال برايسز، فهمتيني؟ ما غادي يلقاو مسير شي بلاصه. واش عمرك شي شركه كتليفري فهمتيني كاسون ديليفري في الصبر يوم ب 6 اورو، فهمتي؟ اما كايناش كاع راه القليله كتبقى تسعود فهمتيني الفوق. وعاد حنا راه كنقصوا مع الوقت، يعني بحال بغيتي تقول حنا داك المارشي شادين وميتريزيناه مزيان، كنخدموا كنقدموا فيه السيرفيسز باسمينا مزيانين، وحتى مثلا بغيتي تحل السطور راه تحلوه عندنا في السي او دي شي بي. يعني بحال بغيتي تقول كتحل السطور عندنا، كتقرا عندنا، كنقدموا لك السيرفيس حنايا، كنليفريو لك حنا، كنديروا لك الكول سنتر حنايا، كنوير هاوسين، يعني الجمال بما حمل، فهمتي؟ يعني اي بغيتي كنقدموها لك، فهمتي؟ يعني ما تحتاجش تبقى تقلب في بلايص وحده اخرين، وداك الشيء كلشي موجود في بلاصه وحده. وحسن انفورماسيون فهمتيني كنعطيوها حنايا في لي لايف وهكا، يعني واش غتلقى شي واحد كيهضر على كاشون دريبي في لورو ما تنضمنش، فهمتي؟ شنو اللي يخلي واحد بيجنر ما يجيش يبدا وهو كلشي باين، يعني كلشي مسهل؟ كما قلنا دابا المشكل اللي كاين في لورو هو انه سي تا مارشي لي تري ريغولاريز. ياك اول حاجه غادي تبيع معانا ياك كلشي مزيان، ولكن نهار غتبغي انت طور فهمتيني داك البراند ديالك تخرجها دير بوم في لوروب باش تبقى معول علينا حنايا ما كنظنش، فهمتي؟ حقاش ديك الساعات غتبغي يور اون ريسورسز، فهمتيني؟ غتبغي بيرو ديالك، غتبغي ايكيب ديالك، غتبغي ستوك ديالك، واش انت عندك ان ماركت فهمتي تبارك الله كذا وغتعول علينا حنايا ما يمكنش، فهمتي؟ ولكن باش تبدا معانا مزيان. اوكي هادشي باش تبدا معانا فهمتيني في الايو دير ريزلت مزيانين راه حنا كافيين باش سكاي روكيتي فهمتيني ديك 7 فيجرز بير مانث فهمتيني براند اللعيبه. هنا تيخصك يور اون ريسورسز. باش غدير يور اون ريسورسز في لوروب خصك اول حاجه بعدا دير واحد السوسيتي تما. كما قلنا راه كاينين الكونز وكاينين البروز، راه غتقام عليك سوسيتي غاليه ولكن راه غتاخذ الاوراق فهمتيني اوراق ديال لوروب كما تنقولوا راه اتس ويل فيرست ستيت، راه دوله كتقريك احسن كاليتي كتداويك احسن كاليتي فيها احسن ستراكشر، المايند سيت ديال بنادم تما هربان فهمتيني كوا دوطخ. باش غتستافد من هاد المزايا هادو خصك عاوتاني تضحي بحاجه اخرى فهمتي، ديما بروز كونز. انت باش تخدم في الخارج مثلا، شوف انا نتوما ما تاخذوش هاد الخارج هذا كاع كانني سنقارن بيناتهم. مثلا ناخذ مثلا في مصر ولا في نيجيريا، عندك سيدي نيجيريا بديتي كتبيع النهار الاول 50 اوردر في النهار، كتشيط لك سيدي كتشيط لك 300 دولار كتدخل لك هذه النيت بروفيت ياك. ومشيتي لوروب ولكن ما درتيش 50 اوردر في النهار، درتي غير 10 ياك، ولكن ديك 10 كتخلي ليك مثلا نقولوا 150 دولار في النهار ياك. هنا لافونتاج اللي غيكون عند الاخر، والاخر هو ان الاخر دخلوا بروفيت اكثر ولكن اتس نوت سستينبل، يقدر يبيع اليوم 50 ودي يبيع واحد، حقاش مارشي نيجيريا مثلا هايلي كومباتيبل، مثلا ما فيهش سيرفيسز، ومثلا كوا دوطخ ما فيهش بزاف الحاجات. نديروا مثلا هذاك خونا اللي خدم في لوروب ياك ضرب 6 سنين ولا 7 سنين، والاخر نيجيريا هو ضرب 6 سنين ولا 7 سنين، داك ديال نيجيريا كتلقاه مثلا دار، شوف هاد الارقام ما تاخذهمش يعني غير كنعطي بهم ليكزامبل، مثلا داك نيجيريا دار مثلا 1.7 مثلا مليون دولار داكو،
الاخر في الاوروب دار 700 مليون، ولكن الاخر اللي في الاوروب كان خدام بستريس قل وخدمه نقيه وعارف راسو شنو كيدير وداها في صحتو كثر وربح مثلا باسبور اوروبي، هذاك اللي في نيجيريا دا دوك الفلوس ولكن تهلك فريمون فهمتيني داك الوقت باش وصل دوك الريزالت حمقوه دوك لي ليفرو دوك لي سوسيتي دي فريزون في نيجيريا يعني راه شحال كلاو شحال غوت عليهم شحال ديال لي ليفرو وفي الاخر ما دا حتى ريزيدنس مثلا باغ اكزومبل. شوف كون انا عطيتك غير واحد خدم في اوروبا خدم ربح قل ودار باسبور وكان مرتاح وتخير، واحد في نيجيريا خدم لك اعوام كامله وكرجع في المغرب خاليه الوفاق. شوفوا البلان كيفاش داير، يعني راه ديما كما تضحي هنا كتاخذ هي ادجاست فهمتيني كواشن ديال الوري زعما يو جيت وات يو وات يو بيد فور. رايت انا جو بونس بلي كوفيرتي بزاف ديال الحوايج بزاف ديال لي كونسيبت و جو بونس ندوزو للكويشنز اند انسرز. شنو بالك اخي امان عندك شي سؤال؟ لا صراحه جو بونس راه كاع لي كيسيون صراحه تجاوبوا عليهم مارشي دو لوغ. نايس برافو خويا. اجي دابا ندوزو نفتح الكومنتس دابا وندوزو للكويشنز اند انسرز ان شاء الله. اوكي رايت سو السؤال الاول اللي عندنا هي شي طريقه لا صبر هادي قال لك سي او دي في الاي يو il faut que le client soit disponible à la maison pour payer ses rares en EU. شنو بالك في هادي السؤال اخي عندنا اوتخو فوا قال لك سي او دي اي يو il faut que le client soit disponible à la maison pour payer ses rares en EU. قال لك سي رار هادي المساله هادي سي رار باش ان الانسان يكون في الدار ديالو باش يتوصل بالليفريزون ديالو لان كيكونوا خدامين خارجين داكشي هذاك. الو شنو هو الحل؟ بحال الايو بحال المغرب نفس توقيت العمل فهمتي. هنا الاخوان عاوتاني راه ما تنقولوش الايو عاوتاني راه ما تنقولوش لا فينلاند ولا هولندا ولا كذا، راه الايو راه كاين دي مارشي ديالو اللي هما الدول ديال الميديتيراني l'Italie, l'Espagne, Portugal, Sud France ou la zone d'Arche, d'Ossène, Austria. دول مثلا بحال الصبليون ولا الايطالي انا عندهم تقريبا نفس التوقيت ديال المغاربه فهمتي. اللي داكشي باش غاتليفري في المغرب غاتليفري حتى في الايو غالبا ليفريزون كتبدا على طول النهار يعني كيسون لي ليفرور كان في الدار كيجيبها لي في الدار كان في خدمه كيجيبها لي في خدمه كان في الدار كان شي حد في الدار تيقول له وصلها للدار غيعطيك السيد الكاش ما كانش كيف عند جارو. هاد القضيه اللي كاينه بزاف في ليطالي كتحطوا لي عند جارو حتى كيجي هو كيعطي لجارو هو ديك الساعه الفلوس. بالنسبه لي ريجيون طاش كيكون عندنا بي او دي بي اون ديليفري كيخلصوا بلا كارت كيخلصوا الليفرور بسميتو بكارت بونكير الليفرو كيكون عنده تي بي هادي في ريجون داش دوتسلاند اوسويت سويسرلاند يعني الالمان المانيا النمسا سويسرا. اوكي انا واحد السؤال قال لك انا عايش في اوروبا شنو هي الطريقه اللي تبدا بها اللي تقدر تبدا بها؟ احسن طريقه خي هي تبدا معنا سي او دي شيبي حاليا codshipy.com. خذ الكيوز ديالك تما وبدا معنا اخي صيفط لينا ستوك ولا عطينا البرودوي اللي بغيتي تخدم عليه انسورسيو ليك وتوكل على الله. cool. شوف هذه هي اسهل والطريقه الوحيده اللي كاينه. الا مشيتي دير شي حاجه اخرى خويا فهمتيني راه فريمون غادي زعما غادي تلقى بزاف المشاكل. اوكي شنو هو البيدجي اللي تقدر تبدا به في اوروبا؟ بالنسبه لي 1000 دولار مزيان 1000 دولار بلا فورماسيون بلا كاسون دولار 1000 دولار باش 1000 دولار يعني فيها الكوست ديال الادس الكوست ديال 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 ستوك وديال ايفريثينغ. اه اصلا 1000 دولار فيها واحد 80% ستوك هي حيت الستوك هو اللي كيشد بزاف. كيفاش؟ اوكي قلت لك راه رخيص باش انك تبدا في اوروبا على حسب البادجيت. رخيص هو اصلا الايكوميرس هادو من المميزات ديالو الايكوميرس هو انه
بحال واحد بحال بغيتي تقولي لو 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 ريسك ولا زيرو ريسك. ها انت شتي شي مثلا ستوك ب 800 دولار ولا ب 700 دولار وجبتيه وما تباعش ليك، حنا تنقولوا الورست سيناريو، غتعاود تبيعو انت بالكرو، غتحطو في الماركت بليس وتعاود تبيعو بالكرو جمله. شنو زعما هذاك سوينا كان شي برودوي غادي يخسر، يعني عنده واحد مده صلاحيه، وهاد البرودويز هادو ما كنصحش بهم انا، يعني اي برودوي فيه مده صلاحيه ولا كيتكال ولا شي حاجه بلا ما تخدم عليه في الاي كوميرس غيجيب لك غير المشاكل اخويا. اوكي عندي واحد الكاستيون اخرى نور الدين قبل عندنا من الدرجه الاخرى، بغيت نعرف مثلا معاكم في السيرفيس ديالكم لحقاش قلتي انت مثلا الا بغيتي تسكيلي بزاف مع ما يقدرش بلوتو يبقى معاكم، ات وات بوينت يقدر واحد الكلاينت يبقى معاكم؟ يعني شحال يقدر يسكيلي معاكم انتو؟ داكو هو ماشي ما يقدرش يبقى معانا، هو سميتو هو اصلا ما غيبغيش يبقى معانا فهمتي، لحقاش غادي يبغي يمشي تما يدير الجراوندين في الايو ديالو بوحديتو فهمتي، لحقاش حنا غير واحد بحال بغيت تقول واحد البريدج باش بنادم كيبيع في لوروب فهمتي، ماشي حنا مثلا كنشدو كنكريو ليه براند في لوروب كنحلو ليه شركه وكنديرو ليه بحال كيما دايرين بزاف الاخوان في دول اخرى، يعني واحد البريدج باش كتبيع في ديك الدوله. اما ملي كتكون عندك مثلا ان مارك مثلا ديال الكوزميتيك وصلتي لواحد النيفو كبير وبغيتي تمشي تحل تما باش تاخذ السيرتيفيكا وهذا بيان سور ما تحتاجناش حنا، ديك الساعات حنا نقدروا نبانوا ليك صغار فهمتي، حقاش حنا غير واحد البريدج كناخذوا ستوك ديالك كنليفري وكنعطيوك فلوس. اوكي قال لك الجوب شيبين في الاي يو، وات دو يو ثينك؟ ما عنديش فكره صراحه، اللي عارف هو ان غير هو كي في الايطالي مثلا ولا في الاسبان كيدروبيو بزاف بسي او دي على ما اظن في الدروب شيبين، كيبقى يقول لك فهمتيني بغيت نخلص كونتورز اللي طالي كيكتبوها في الكومنت يقول لك واش ما عندكم واش عندكم سي او دي الا دار شي واحد بغى يدير في الدروب شيب. اوكي حقاش لي طالي دابا بحال بغيت تقول واحد 90% فهمتي سي او دي، حقاش ديك النهار سنتيستين والدراري واحد البرودوي فريمون خدام مزيان في الدروب شيبين سكينينا في ستور ديال الدروب شيبين وما درناش ليهم تشيك اوت بيج فيا سترايب مثلا ولا باي بال، ودرنا لهم نوت بحال القضيه اللي قلتي انت نيت، بقينا كلشي تيقول فهمتيني واش ما غاتجيبوش لنا للدار، حنا راه تجيبو لنا للدار عاد نخلصو، يعني فريمون تقريبا بزاف اللي هذا كان تيست مره كنتيستي كنشوف فهمتيني الفيدباك ديال الناس على الدروب شيبين، كنلقى بزاف فهمتي كيسولوا على السي او دي. اوكي واش المارشي اوروبا بحال المارشي الامريكان؟ لا 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 كاين فرق كبير، مارشي الامريكان صراحه نقدر نقول حسن ولكن الا كان داكشي زعما لحقوا طريقه، اما الا كان داكشي ديال الدروب شيبين اللي عارفين بلاش فهمتي، حقاش مارشي الامريكان عاوتاني حتى الاورينتيشن ديال الكاستمر تما اتس دريفن نايكي ستارباكس ماكدونالدز فهمتي بيبل تما ار شيبد to be consumer EU الكليان ديالنا نزق بهاد المفهوم هذا، يعني ما تدوزاش عليه، يعني بنادم في اوروب ماشي ياخذ بروسيس يدير عليه فورماسيون، يعني تيمشي تيقرا عليه وتيدخل الامازون تيقرا سبيسيفيكاسيون ديالو كيدخل اليوتيوب كيشوف برودوي كيفاش خدام عاد كيدير اوردر، اما ملي كيصوني لك هو راه عارف اصلا هذا شي براس كانوا تيهضروني في كندخل مره للسيبور ديال الواتساب كندخل كندير المينوتورين شي مرات كنلقى بان فريمون الكليان هو كيقري الايجنت في البرودوي كيداير كيقول له فهمتيني لا راه كدا راه البرودوي لا راه بالعكس خصو يكون كدا خصو يكون كدا علاش لا تلقى فريمون هو عارف بزاف د الحوايج لا الايجنت براسو اللي خدام هو كي كونفيرمي هذاك، مي ماشي كلشي بيان سور حنا تنقولوا الكليان الاوروبي قافز ولكن راه ماشي كلشي، يعني كاين كلاينتس في الاسبان في الايطالي اللي فريمون دايرين بحال شكل السعوديه بحال شكل ديال قطر وهذوك حتى هما تيشريو غير بالالوان وكذا وهادي كاينين، ولكن لا ماجوريتي فهمتيني كيكون اتس راشنال باير فهمتيني كيكون اتس راشنال باير. كول شنو هو النوع ديال الشركه اللي تفتحها في اوروبا؟ كاين بزاف
على حسب الدوله اللي غتمشي ليها. انا اللي كنصح هو الشركات تحلوا في الاسبان، كاينه كتسمى كاينه انونيما سوسيتي، هذه اللي كنصح الدراري يحلوا، ولكن ماشي في الاول، ديما حتى كتوصل لواحد السيغ تاني كتقام تقريبا بواحد 6000 اورو، 6000 5000 اورو، واحد الخمساكا صافي كتحل، راك عارف فهمتيني، اوراق ديالك تما مثلا ما كاينش مشكل. نايس. شنو هما لي زانكونفينيون ديال السي او دي اللي كنا ذكرنا في الاول، ولا شي وحدين جداد؟ شي حوايج جداد اللي تقدر تزيد على داكشي اللي هضرتي كنا ذكرنا في الاول. بالنسبه لي زانكونفينيون السي او دي في الاوروب هو انه كيبدا ثقيل، كيبدا ثقيل 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 ثقيل، وكتطلعوا بشويه، ولكن راه كما عطينا ديال خونا اللي مشى لنيجيريا ولا مشى لمصر، وخونا اللي بقى في الاوروب فهمتي، خونا اللي بقى في الاوروب بقى خدام بالكاليتي فهمتيني، ووصل ما كانش عنده ستريس، كان خدام ريغولاريزي وصاوب الاوراق. لحقاش الاخوان راه هاد القضيه ديال الاوراق راه مهمه بزاف 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 بزاف. راه حنايا ك ديجيتال انتربرونورز راه كنقلبوا على البيست انفايرمنت فين نعيشوا، وعلاش كنخدموا وكنديروا هاد الربزه وكنتقاتلوا وكنوضوا مع الصباح وجيب ستوك ودير كذا، باش ناخذوا بيست كواليتي ديال اللايف ممكنه فهمتي. وهاد البيست ديال الكواليتي ديال اللايف ممكن راه ما يمكنش تاخذها فهمتيني فهمتي في اللعيبات بحال دابا مثلا دول اخرى غير الدول الاوروبيه فهمتي، راه امبوسيبل فهمتي، راه البيست كواليتي ديال اللايف كاينه في الايو. حنا كناس كنخدموا الاي كوميرس راه لوجيكمون غنبغيو البيست كواليتي ديال اللايف، غنبغيو اننا احسن حياه نعيشوها فهمتي، فورا فهمتي البلان يعني، هذه غير بين قوسين. اقل حاجه يعني مثلا بغيتي شي ورقه كتجيبها غير اونلاين، ماشي تبغي ماشي تمشي للدائره ولا هذه ولا هذه، وتبقى كطايف مع المقدم ولا يقول لك عطيني 50 درهم ولا فهمتي. بغيتي ورقه قد ديالك كتمشي تجيبو غير من الانترنيت باسبور، فوالا. وعاد حنا كيوصلك للدار صافي، فوالا. عاد حنا الدراري الزوين ماشي زين داكشي ديجيتاليزي يكون ما تضيعش الوقت مرتب كدا، هادي ما عزيزش علينا نبقاو نمشيو للسموشات. واخا داكشي في المغرب حتى هو راه ما غيبقاش من هنا القدام، راه هما بداو غاديين في ديك لافاز ديال كدا، ولكن ديما كتبقى صراحه. انا بالنسبه ليا فهمتيني، انا شي مرات وحق الله الا تنخلص فهمتيني باش ناخذ ديك الكاليتي دي، باش نتبحر فهمتيني في الفرنش ريفيرا، نتبحر حدا ليوناردو دي كابريو فهمتي، انا مال هو باش فايتني فهمتيني. راه بحال بجوج ناس تنفيقوا في الصباح تنطايفوا فهمتيني باش نوصلوا، راه حتى هو فهمتيني كيما تيخدم انا تنخدم، دونك تنتلاقاو في ديك يعني راه في الاخر راه غتخدم ضرب تماره باش تعيش الكاليتي فهمتيني. وهذه هي المساله اللي بنادم ماشي فاهمهاش يعني، راه ماشي انك غتمشي تبقى تقاتل في نيجيريا وفي بوركينا فاسو فهمتي وفي السعوديه وفي مصر باش انك تبقى داير بحال شي، سمحوا لي نقول هذا المصطلح هذا، بحال شي حمار ديال الطاحونه يعني، تبقى تدمر نتايا ما عرفت شي حاجه. لا غادي نضرب ثماره، ولكن غادي نخدم وغادي نعيش احسن ظروف فهمتيني، غادي نتبحر في ايبيزا فهمتيني، وغادي نتبحر في اليخت، وغادي نسوق فهمتيني اللامبو في موناكو فهمتيني، في مونتي كارلو، وغادي علاش لحقاش نضرب عليها ثماره فهمتي، ماشي نضرب ثماره ونبقى ساد عليا في بوركينا فاسو فهمتيني، الغبره وكذا. المهم غير خذ راه اتس نيفر بيرسونال، اتس نيفر بيرسونال، don't take it personally. it's حنا باش ناخذ واحد اللايف مزيانه، واحد الكواليتي مزيانه، ولكن راه ماشي بيرسونال بالنسبه للاخوان ما ياخذوهاش بيرسونال، راه it's facts. قال لك I have no experience in COD in Morocco. مي على عايش في الاسبان، واش نبدا عادي؟ راه جاوبتي على هذا السؤال هذا، تبدا مع نورتين ايكوم اللايف غنحطوه في يوتيوب ياك، اصلا غيحطوه الدراري في يوتيوب هذا اللايف يعني، صافي راه شوف الاخوان راه الاسئله كاملين مجاوبين في اللايف كلهم، غادي تلقاهم تما في شي شان يوتيوب ولا المهم كتبوا غير لايف مثلا لايف سي او دي اوروب ولا شي حاجه غتكون حطها شي شان ضروري. غادي نحطو ان شاء الله عندي في يوتيوب ما تخممش. قال لك اون اوروب لي كوميرس اي ريغلمونتي، كومون فوزيت بور لي زامبو. اخشي راه واحد الصاد قال واحد كيسيون ما بغيتش نضيعها، ولكن انا غنهضر دابا. قال لك انا حراك في بلجيكا بغيت ندير السي او دي، هاد الكيسيون هادي عالمي يا اخي. ودابا الواعره شنو هي؟
هو اللي غيستافد اكثر، هو اللي غيربح اكثر. علاش؟ لحقاش حنا مثلا نطلبوا له ورقه شركه، لا هو فهمتيني في السي او دي شيبي، يعني انت هو اللي غضرب ثمره اكثر، لحقاش ما غيكون عندك لا ضغوطات لا حتى شي لعبه، تكون مرتاح بالنسبه للبلان ديال الضريبه ما كتخلص حتى شي حاجه الا كنتي خدام معنا في السي او دي شيبي. ما كاين لا طاكس لا تلعبه، احنا كنخلصوا كل شيء، الشركه ديالنا كتخلص لنا كل شيء، حنا اللي كنخلصوا. لحقاش حنا كنتسماو انت كتسمى افيليت تقريبا بهذا الزياجنا نشوفوه، فهمتي؟ واخا البرودوي ديالك واخا كل شيء، يعني ما عندكش شركه تما، ما كتخدمش لي غوسوف ديال ديك الدوله، فهمتي؟ ما كتخلص لها ما لادو ديالها، ما انت غا مريح في الدار، حنا كنبيعوا لك، فهمتي؟ اوكي. ان فرانس سي جو كومونس لي كوميرس جو دوا مي ديكلاري كوم اوت انتربرونور؟ الا ما كنتيش غتخدم معانا وي، اما الا كنتي غتحط ستوك عندنا ما غتخلص لا لي طاكس ديال لا لي زامبو لا اوتو انتربرونور ولا حتى شي حاجه، حنا كنتكلفوا بكلشي. باينه. شحال كيطيح الكوست في الادز في اوروبا؟ على حسب البرودوي، ولكن غالبا تيبدا من دولار حتى ل 5 3، 5 3 شي مرات 7 الا كان برودوي محروق وانت كتانسيستي على الفيسبوك انه يبيعوا لك، دونك هنا يقدر يوصل حتى ل 7 8 دولار. الا وصل لهذا البري هذا وكانت عندك الاو في ديال 20 30 دولار ننصحك بلا ما تكمل فيه، اوكي؟ بقاش ما يخليش لك بينيفيس بزاف. اوكي. قالك تشاينيز برودكت واش ما خدامش في الاي سي؟ خدام خدام ان تشاينيز برودكت مزيان كاع، والاكزامبل اللي عطيتكم في الاول ديال اللايف اللي هو لي سونتر ديال الجروب، بحال دابا مثلا كما قلنا داك سانترو ان غروس و سينا الى اخره، كتلقى فيه برودويات ديال الشينوا. انا اصلا هما اللي كنبيعو في اي كوميرس، سواء غتبيعهم سواء غدير براند، سينو غتخدم بواحد الاستراتيجيه راه صارحه انا بالفورماسيون ديال لوكال مانيفاكتشرز، تيكونوا في اوروبا الشرقيه كيصاوبوا برودويات ناضين ولكن غاليين. يا اوكي. كان واحد ستيتمنت هو ماشي سؤال، قالك عدنان يو لوك ساد اي هاف اول از فاين في اني باخر الحمد لله. كونسونطري عدنان كونسونطري غير مكونسونطري لانه سميتو بزاف ديال البوم شيلز كيتلاحوا فهمتيني، فغيت ما بغيتش تقول حتى وحده لانه تنتسنتو لانه راك عارف فاش كتكون المعلومه كتبارطاجا لاش غادي تدخل فهمتي، خلي داك الشيء كيفلوي مزيان باش بنادم يستافد مزيان ان شاء الله. Okay. Look, for all those countries, shall we build only one store? And what is the recommended language for EU customers? كما قلنا كيكون bilingual store، كيكون local language plus international language ديال البايرز اللي هي كتكون لونجل، حقاش كما تعرفوا اوروبا محرك فيها، كما قلنا فرنسا راهي اول دوله في السياحه في العالم، فهمتي؟ كتبع اسبانيون ولا مع شكون طاليان، فهمتي؟ يعني ديما بلاغم داخل خارج، فهمتي؟ يعني كيكونوا انترناشونال بايرز بزاف، كيجيو من الامارات من الهند من استراليا امريكان، تلقى الجميع كتلقى العالم كامل فهمتيني كاين تما، دونك راه باش تبيع ليهم غتبيع ليهم بلونغلي. وعاد اللوكال لانجويج ديال اللوكلز ديال الناس اللي عايشين في ديك الدوله هذيك اللي هما مستقرين تما. واحد قال لك غير كتخربقها خاي نورتين، ما كتخور ويا خويا، شنو غنقولوا ليها خويا؟ دابا انت غير كتخربق، هو اللي واصل تبارك الله، اشكر الله خويا، انت هو اللي عندك الصح، هو اللي عنده الحق ياك، هو اللي تبارك الله واصل. هذا كيفاش خاي عدنان كيبورد وورير، كيبورد وورير، تعال هذه اللي قلت لك ديك النوبه، ولكن ايكوم وورير هذا ماشي كاين اندوسيب كاين جوج الانواع، كاين ايكوم وورير هو اللي كاين الكيبورد وورير، فهمتي؟ مرحبا خويا، شوف مرحبا، اللي بغيتي تقولوا انت حر، فهمتي؟ بغيتي تقول لي قول لي فينا هو، قول له اخويا اجي الله يعطيك الصحه، اجي نطلعك معنا في لايف، نطلعك دابا، عرفتي شنو؟ والله تنطلعك بالله من الاخر. لا صاحبي لا 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 انا تعجبني بنادم اللي عنده السلاح في امه، فهمتيني؟ الا انت معلم وكتعرف
طلعك اخويا وفيد الناس حنا لا غتلقى غتلقى خدامي يسرق سرق الكونيكسيون. لا خويا نورتين شوف شنو هو الهدف ديال اللايف؟ هو نفيدو بنادم ياك. هذاك الا حنا ما فايدينش بنادم مزيان نطلعوا شي واحد اللي غادي يفيد الناس ديال بصح باش كلشي يستافد ولا لا؟ شوف احنا شوف ما ناخذوا حتى شي واحد بنادم محرم. المهم اللي نزق اللي نزق راه تيستافد. اللي نزق راه مشى دابا فهمتيني مشى دار كذا فهمتيني سي اودي شي في العيبات مشى للفيسبوك ادز دار انترناشونال بايرز مشى كيعزل في الاسواق يبدا فلاكس. هذاك 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 راه برافو هذاك هو النزق. اما شوف هو ديما كتبقى ديما جوج الانواع كتلقى واتشر ودور فهمتي كله اختيار ديالو. لا كتلقى داك اللي كيواتش اللي غير كيشوف وما كيدير والو كتلقى اللي كيشوف وكيقول هادشي ما منوش هذا كيكذب هذا كيكذا منوي منكور غير بوحدو غير مع راسو فهمتي تبغي كاينه 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 هاد القضيه حتى هو ما محشش فهمتي غير منكور كاينه بعدنا دونك شنو عندنا صافي خويا جبتي نصيحتك بزاف ديال لا كيسيون وهضرنا مزيان الحمد لله جو بونس اغلبيه ديال لي كيسيون غيلقاوهم مجاوبين او كورون د اللايف غير بداو اللايف من الاول انا عارف الدراري ما كانوش عاد كيدخلوا الدراري فهمتي ما كاينش حتى يسالي اللايف انا راه غنقدر نبارطاجي معكم من بعد شي واحد الى حطوا في يوتيوب نهز لي ديالو نحطو عندي في الكونت انستغرام ديالي باش يدخلوا يشوفوا ديك الساعه في الاول. That's it. أيمن عندك شيء تدخل آخر إن شاء الله بس تالي وذ اللايف. لا صراحة honestly كل شيء ضر عليه. Thank you Bonordin for accepting هاد الانفيتاسيون هادي. For the information كاملة لحياتي. خصوصاً أغلبية ديال الدراري اللي كانوا هنا راه استافدوا. عشان فوق كتجيبوا واحد مختلف كيستافدوا. إن شاء الله عاوتاني الثلاث والخميس الجايين كاينين جست آخرين في دومين آخرين في الويب. أوكي stay tuned هذا مكان. يلا صبرك عليكم الدراري وشكرا حيت حضرتوا معنا في هذا اللايف هذا راه فريمون معلومات اللي تبارطاجوا في هذا اللايف راه ما كاينش في بلاصه اخرى يعني اللي بغاهم راه خصو راه فريمون خصو يسافر عليهم وفعشي شحال ديال داك التمره كامله الاخوان تنحاول فهمتي والله القاسم يعني داكشي من القلب خارج يعني ماشي تقد لا ما نقولش هذه لا اي حاجه تنقولها فهمتيني مضروبه عليها تمام حقاش سي اودي في اوروبا الاخوان فاش بدينا فيه راه كما قلت لكم راه ما كانش راه بدينا من الاول كنديسكوفري وهادي نديسكوفري وهادي نخلطوا هادي مع هادي تعطينا هادي فهمتيني باش كذا يعني بحال اللعيبه ديال اينشتاين فهمتيني تخلط هادي مع هادي فهمتيني صدقات لي راه مزيانه ما صدقاش راه تفرق عليه على وجهه فهمتيني شي ياكلها بحال هكاك حتى حنايا فهمتي يعني فاش انفيستي بهادي صدقات راه كتجيب ريتور ما صدقاتش دات لي ماشي مشكل انفيستيسمون كذا يعني هاد المعلومات اللي كيتبارطاجوا راه كلهم تقريبا مقيومين علينا بالفلوس والله القاسم يعني الا تنقولوا ربي شاهد عليه يعني هاد البلاصه فين وريتكم فين كيتباعوا مثلا لي برودوي ديال الجمله في فرنسا افوني فيكتور هيغو اللي هو الفاشن سنتر هذا راه بدا مخلص عليها الزباب الفلوس باش يوصل تما فهمتي باش يوصل لباري ويمشي لافوني فهمتيني ديال فيكتور هيغو ويدخل ويسول وكذا يعني حيت نجيو فابور طن ما كاينش مشكل. الله برافو خويا نورتين. مرحبا خير نعم مرحبا خويا ايمن مرحبا الدراري ثانك يو ان شاء الله تلاقاو فرصه اخرى ان شاء الله برافو عليكم السلام عليكم السلام.